السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع سيدنا رمضان؟ نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هذا الفيديو جديد، هذا فلوج جديد إن شاء الله غادي تمشيو معايا. بغيت نشري العود باش هكا باش كتلقي هذاك الرائحة ديال العود البخور في الدار ديالك. غادي نوريكم واحد المحل بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في بلجيكا، راه هو في شوسي دغون، سميتو اتلاس ماركت. غزال كيجيب هذاك البخور من دبي، غزال ما شاء الله. ما قدرش نصور لكم الاجواء تما في هذيك في شوسي دغون، الناس كاينين، كنحشم هكذا باش نصور الناس. يعني اجواء كاينه مغربيه 100%، وهو طالق الاندلسي، ما نقول لكم واحد الاجواء يعني تقول راك في المغرب. مهم ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه.